مباراة النادي الافريقي والاتحاد المونستيري في الجولة الثانية المؤجلة من الدوري التونسي لكي تشوفوا المباراة مع فضلت لا تضغط على زر وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضاف للمباراة ملعب مصطفى بن جنات توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثانية مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات أما بالنسبة للقنوات النقل المباراة الموقع الرسمي لفريق الاتحاد المهسيري الناقل الحصري لهذه المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الخاص تصل على الكل لكي يصل المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم